تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في إطلاق أكثر من 14 مشروع جديد من أحدث الأنظمة الذكية، وكذلك في مجال الخدمات الإلكترونية اللي نقدمها للجمهور على مدار الساعة. من أبرز الخدمات اللي احنا ركزنا عليها هاي السنة هي أنظمة الذكاء الصناعي، فأطلقنا مشروع آمنة، كذلك إطلاق دورية أو مركز شرطي ذاتي القيادة. كذلك في عنا خدمات أخرى من ضمنها تطوير طيارة من خلال أنظمة الدرونز الهوبر بايكس، وكذلك إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بالطيارات بدون طيار الدرونز، التي يتم من خلالها مراقبة الأجواء والحالات الأمنية في إمارة دبي. فسلطنا على العديد من الابتكارات التي تخدم الجمهور.